لو شك في ابتداء مسحه بنى على الأصل. صورة هذه المسألة لو أن شخصا جاء اليوم التالي بعد مسحه على الخف فشك عند الظهر هل كان مسحه بالأمس من الظهر أو من العصر، فماذا يصنع؟ الجواب يبني على الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل عدم المسح، ومن ثم فله أن يمسح إلى أن يأتي وقت العصر. فلو شك مثلا هل مسح الساعة 12 ظهرا أو الساعة 14 عصرا فتنتهي مدة المسح عند الساعة 14 عصرا، وذلك لأن الأصل هو الغسل وليس هو المسح، فإن المسح فرض.